هناك الكثير من الأوراق في الانتخابات الأمريكية، كثير من الانقلابات، من كورونا إلى انتكاسة الاقتصاد، ومن مقتل جورج فلويد إلى أزمة التماثيل، لكن ورقة ترامب الأخيرة قد تكون الحاسمة. وهنا الفرضية المثيرة للجدل، ماذا لو تزامن ظهور اللقاح لفيروس كورونا مع الانتخابات الأمريكية؟ ذلك اللقاح الذي يستثمر فيه ترامب المال والكثير الكثير من الرصيد السياسي. ترامب وعد الأمريكيين بأن يكونوا أول من يحصل على لقاح، ذلك لم يخلو من الجدل أيضاً، وقد ندد به كثيرون ممن قالوا إن سياسة واشنطن لا تحترم حق الفقراء باللقاح. اليوم الرئيس الأمريكي يكرر هناك 3 لقاحات موعودة، ويعطي الانطباع بأن كل شيء سيكون على ما يرام. طبيب البيت الأبيض أنتوني فاوتشي يقول أن لا ضمانات للوصول إلى لقاح، وحتى علماء جامعة أكسفورد الذين يعتقد أنهم الأقرب للقاح الموعود يقولون لا ضمانات. لكن لنتأمل هذه الفرضية معا، لقاح فعال يشفي العالم من جائحته قبيل الانتخابات الأمريكية، ألن تكون تلك الورقة الحاسمة؟ لكن هناك أيضا دائما أوراقا أخرى، الوظائف مثلاً.